في التحدي نسير إلى شاهين على الصدارة على المقدمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد، من انتزع الصدارة والمقدمة في المركز الأول. المركز الثاني يأتينا هناك أيضا صغان لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر راشد بن خميس لغويص، والقدوم هنا في هذه اللحظات الأسد من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، من تسلل على المركز الثاني. المركز الثالث القادم حشيم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي وصغان. في المركز الرابع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع راشد بن خميس لغويص السويدي في التضمير، بينما المركز الخامس يأتينا مهيض لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة محمد بن سعيد بن حلوة، والقادم مناور لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بن عرطي الحميري صوغان. من يأتينا بهذه الانطلاقة الثامنة، ولكن التدخل هنا إلى سابع المراكز من مياس وشاهين على المركز الثامن من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير، وتاسع المراكز القادم هنا يأتينا الخيال بهذه الانطلاقة. حشيم على الصدارة، حشيم على المقدمة على المركز الأول، هنا في مركز الحشمة سيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة حشيم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة علي بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي على الصدارة. ومن الجانب الآخر التحدي، وأرى الأسد من الجانب الآخر على المركز الثاني لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، والقادم مهيض. يا أهل القعدان خلاكم مهيض في مكان كلكم ما ترغبونه، مركم في سرعة مهوب ريض لو تسوقن اللظام تلحقونه. ها هو مهيض ينتزع الصدارة، ينتزع المقدمة. تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم على هذا الفوز الجميل المهيض. تهاني محمد بن سعيد بن حلوة مركز الثاني، الأسد من هجنة العاصفة المركز الثالث، شاهين سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مركز الرابع، حشيم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مركز الخامس مناور لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى هذا الانطلاق. نعود هنا في هذه الانطلاقة والتحدي ولحظة وصول مهيض، 7:48، سبعة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس على هذا الأداء لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة. بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام كان الأسد من هجنة العاصفة بسجل 7:49، وهنا أيضا خمسة من الأجزاء من الثانية. تهانينا لهجنة العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راهب بن حمد بن غدير. بينما ثالث المراكز كان من نصيب شاهين سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم 7:50، سبعة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا ايضا لاحمد بن سلطان بن رشيد على فوز شاهين بهذا الانطلاق. ها هي مسيرة اخرى، مسيرة التحدي، مسيرة الاثارة. شاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذا الاداء المميز وانطلاقة شوطنا الرابع. الشوط الرابع اعتبر الشوط الاول ايضا رئيسي بالنسبة للقعدان المهجنات العصايل، وهنا من يفتتح الصدارة.